من يوم 14 واليوم ايش قد بالشهر اليوم؟ 27 صار لنا 14 يوم محجورين، واحنا من يوم 9 ويا والدي ويقولون انتم مصابين بمرض الكورونا. اليوم وصلت حده، وصلت حده. اليوم انذار باكر انتحار، اليوم انذار باكر انتحار، راح تنتحر العائله باكملها. وبات احمل المسؤوليه المراجع العظام، واحمل العالم الاسلامي كافه على معاملتهم السيئه. وباكر انزل عمليه الانتحار. شو سوى هذا ابو العربان البكوت؟ انا باكر اسوي العائله كلها اسوي كافي ظلم وكافي بهتان. احنا بحاله جيده الان، كليتنا ملامسين، كليتنا ملامسين من يوم 9 الى هذا اليوم. كافي حاجونا بعلمي، حاجونا بطبي. المحافظ يصرح يقول اذا صار وباء بناحيه الشيخ سعد احمل العائله مسؤوليتها قانونيا وعشائريا، وخاصه بيت مشاي احملهم. على اي اساس؟ على اي اساس انا اتحمل مسؤوليه الشيخ ناحيه؟ الوباء موجود، الوباء موجود، موجود بكل الشيخ. على اساس يحمل المسؤوليه؟ انا الان بحضانه اللي شو اسمه المرض، صار لي من يوم 9 لهذا اليوم ما صار بي شيء. من يوم 9/3 لهذا يومك. فارجو من العالم اليوم انذار باكر.